سبع تمن دقايق وخلاص. انه يعني بتعمل باي باي كده لمين؟ يعني انت عايز تظهر في الفيلم على وبتعمل باي باي؟ انا عايز افهم بتعمل باي باي كده لمين؟ بتحيي مين؟ نعم؟ بابايا. بتعمل كده لابوك؟ طب ما ابوك معاك في البيت طول النهار. وهو قال لي ان انا اسلم عليك. علي انا مش عليه هو. لا انا بعمل له باي باي كده عشان اقول له ان انا هسلم. انا هروح. هتروح يعني بتستأذنه؟ ها؟ هو اللي قال لي. وقال لي الفقرة بتاعتي ولا لا؟ فبقى هم كلهم بيوسعوني يعني كلهم لطيفات. هم اللي قاعدين يضحكوا عليك ليه كلهم؟ يعني انت دلوقتي ضحكت عليك خلق. طب اوقف هنا شوية عشان تظهر في المكنة دي في البتاع الكاميرا واعمل لابوك باي باي، قول له يعني هاي باي. اتصور في الكاميرا؟ ما خلاص اتصور. فهي المشكلة. المشكلة دي انت اتصورت خلاص. اه بابا بيعمل لي كده اهو، بيقول لك تعالى. هو في الحقيقة كان يجب ان احنا نجيب ابوك كده. طيب هو في الحقيقة انت ادخلت علينا السعادة. انت اسمك ايه النهاردة؟ طه. طب وامبارح؟ امبارح اقول ايه؟ يعني ما اعرفش كان اسمك ايه امبارح؟ انا كنت اسمي طه احمد حسن. امبارح؟ مين امبارح بس؟ طب وبكره هيبقى اسمك؟ اسمي طه. انا كل ده كل يوم؟ واصلا في صورة اسمها صورة طه. علشان كده بقى. علشان كده كل يوم اسمك كده. ابوك بيقول لك تعالى. لا واتبسط هنا. يا بابا ها اعطالك بوسه في الهوا كده؟ ما ينفعش. روح واحضنه وقول له كده يا بابا. طيب حلو كده.